والله الأجواء يعني تبعث إلى الارتياح يعني بعد المقابلة الأخيرة والفوز اللي حققناه في واتسوف. اون سون كو لي جواري سون بلو دي كونتراكتي، يعني عطاتنا يعني ان اسبي بسيكولوجيك مليح هذا الانتصار، وشنو هو رغم علينا إلا نسيان هذا الانتصار، ويعني العمل اللي المقابلة القادمة اللي راح تكون فوق أرضية ميداننا، وين لازمنا نديروا كيما نقولوا حنا لو جو، وين اون دوا كريي دي زوكازيون، وين اون دوا ماتر اون استراتيجي دو جو اللي تخلينا كيفاه نجموا نسجلوا اهداف. دونك يعني الاسبوع هذا يعني الامور راهي تمشي في ظروف مليحه، ظروف جيده تبعت على التفاؤل. رانا نحضروا في رواحنا ضد فريق محترم، فريق مولوديه قسنطينه، يعني سايتي طول طون يعني كيما نقولوا حنا لي ماتش اونتر لي دو زيكيب كو سوا اون ليغ 1 ولا اون ليغ 2، يعني كان ديما فيهم الحماس والاثاره والحضور الجماهيري ديما يكون يعني من الجانبين. دونك حنا ان شاء الله نكونوا في المستوى، نحضروا رواحنا، رانا على 72 ساعه على المباراه، ان شاء الله نكونوا في المستوى اللي لازم نكونوا به. المباراة بأهداف متباينة، فريق فائز خارج الديار وفريق انهزم في ميدانه، أكيد أن مولودية قسنطينة سيلعب الكل في الكل هذا الجمعة. والله هذه هي سنة الحياة في كرة القدم، كاين الانتصار كاين الانهزام كاين التعادل. احنا راح نستثمروا في الروح المعنوية اللي راهي في الفريق، احنا رانا اون ايساي دونشيني لي بون ريزولتا، احنا رانا خارجين من انتصار، لازم نزيدوا ناكدوا هذا الانتصار. باه ناكدوا الانتصار هذا لازم نكونوا في المستوى في التحضيرات تاعنا، لازم نكونوا في المستوى فوق ارضيه الميدان، لازم نقدموا هذيك الكره اللي لازم نقدموها. الفريق الخصم ممكن هو ثاني يعني يلا بوزوان دو بوان هو ثاني. دونك انا نشوف انه المباراه راح تمشي فوق ارضيه ميدان جميله، يعني واللي يكون محضر واللي يكون احسن هو اللي راح يفوز. أكيد القطرة الأمامية في الجولة الماضية انتفضت الحمد لله للمدرب نادر المكناوي، هل سنشاهد؟ ما يخفاكش احنا يعني حتى في العمل تاعنا يعني منذ بداية الموسم يعني نعملوا بزاف أمام المرمى، ونسي نحطوا اللاعبين تاعنا في وضعيات تاع سيتياسيون دو جو تاع مقابلات. دونك والمهاجمين يعني اللي عندنا كامل يعني عندهم كابيتال ديكسبيريونس اللي يخليهم ينجموا يكونوا في المستوى. دونك ما علينا الا خلق الفرص ونحطوا لي زاتاكون تاعنا اون ايفيدونس باه نجموا نسجلوا الاهداف. قوة نادي الكناوي بجمهور اتحاد مدينة عنابة، واش تعطينا الكلمة؟ والله الجمهور راني قلت لك هو اللاعب رقم 12، رحنا نستمدوا القوة من عنده. انا حسيت باللي كاينة توليفة راهي قاعدة تتبنى بين الجمهور، ويعني خاصة انه اللاعبين، وهذا صنفي انا اون طون كونترينور صنفي بليزير. ماذا بيا يكملوا في النسق هذا، يعني اثبتوا من الموسم اللي فارت يعني رغم الامور اللي كانت يعني حبهم ووفائهم للفريق والمؤازرة تاع الفريق، احنا نطلبوا منهم انهم يجيوا بقوة ان شاء الله يوم الجمعة، وان شاء الله الفرجة تكون عندهم هما في المدرجات، والفرجة تكون عندنا حنايا فوق أرضية الميدان ونديو المباراة. لا ما كان حتى واحد يدخل.